بعتي لي اياهم على التنظيف لو سمحتي. حاضر خانو. خانو تسمحي لي اقول لك شغله؟ انا صار لي زمان عم اشتغل هون، وبعتبر هذا المكان مو بس شغل لانه صار مثل بيتي، والمرحوم عطبي كان يحسسني اني وحده من هالعيله، وكنت حبه مثل بابا، انا ما رح انسى افضاله علي لموت. يعني كل العالم بيشهدوا باخلاقه. هاتي من الاخر. بصراحه بتتذكري وقت كنتوا مجتمعين مع المحامي وانا كنت عم اقدم لكم لضيافه؟ وقت سمعتكم شو كنتوا عم تحكوا من دون قصدي. ايه واللي سمعته منكم ذكرني ببعض الشغلات. انو شغلات هاي؟ لما نقلوا لعطا بيك على المستشفى بصباحية الليلة اللي توفى فيها، بدر بيك اجى على البيت. بدر بيك عم يقفل الخزانة. بدر بيك تفضل، أنا جبت لك قهوتك. خلص ما عاد بدي. وبعدين أخذ الأدوية تبع بانا خان وراح. إيه؟ ومثل ما فهمت إنه اليوم كان في حديث عن توقيع عطا بيك على وصية قبل ما يتوفى، وبعتقد وقتها إنه حضرتك كمان كنتي مزعوجة كتير، لهيك قلت بقول لك عن هالموضوع. إيه طيب. هلا اتركي هي من ايدك بسرعه وروحي ضبي اغراضك فورا. انت لازم تتركي البيت. ليش يا خانو؟ ما بدي اسمع ولا كلمه. انت بكل هالسنين ما قدرتي تتعلمي قوانين هذا البيت، عم تتدخلي بشغلات بتخص العيله ومالك فيها، بعدين بتعملي لي مشاكل وبتنقلي لي اخبار شي صار وشي ما صار. مو معقول خليكي قاعده معنا. نوها خانو خليني احكي. ولا كلمه. روحي هلا ضبي اغراضك وطلعي من البيت فورا. ما كان قصدي اتدخل بحياتكم. الشغلة الوحيدة اللي فيني أعملها إنه يدفعوا لك مستحقاتك وما يروح عليك شيء. إيه لحظة قبل ما أنسى، لا تحكي شيء للخدامات، أحسن ما خليهم يحرموكي من كل شيء وما تاخدي شيء. هلا احملي حالك وروحي. بس أنا يلا. أيوة بدر أحكي معك؟ أجلها بدر لأنه راسي عم يوجعني. طيب سلامتك. الله يسلمك. شو أخره لهلا؟ يا ترى شو صاير معه؟ حاجة تفاولي عليه للزلمة، هلا بصير معه شي؟ لسه شو صاير معه وشو صاير له؟ إيه خلصينا بقى، مو معقول تضلك متشائمة. تفائلوا بالخير تجدوا. أنا شو بدي أعمل هلا؟ عم فكر أحكي معه. ليش لحتى تحكي؟ إذا مهند زعلان بده يفش خلقه فيكي. هلا بس يجي بنفهم منه بالتفصيل شو صاير. لا تستعجلي كتير. شو رأيكم أعملكم حلو بالشوكولا؟ هاي أكلات كتير بتحسن المزاج، بس تاكليها أعصابك رح تهدى. جاية على بالكم شي محدد؟ شو ما بعرف. كريم شوكولا. أنا بأمرك يا خانو.